قال حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان للتلفزيون العربي إن المستشفى يعاني من نقص كبير في الإمدادات والكوادر الطبية في شمال قطاع غزة، محذرا من خروج المستشفى من الخدمة. إنه المنظومة الصحية أخي العزيز تقدم الخدمة بالحد الأدنى، لأنه صراحة يعني ما زال هناك يعني عوائق، وأنا ما زال هناك نواقص في المستلزمات وفي المستهلكات وفي حتى الكوادر الطبية التي كانت يعني تمتلك الخبرة في التعامل مع الحالات التي تم تهجيرها قصرا إلى الجنوب. يعني نحن في مستشفيات الشمال نعمل بأعداد بسيطة وبناس متطوع أطباء متطوعين، كوادر طبية متطوعة، وهذا شيء صراحة يعني بينعكس سلبي على طبيعة الحالات اللي يتم استقبالها. طبعا للأسف يعني كنا قد نشهدنا كل المؤسسات الدولية والأممية والإنسانية بأنه المنظومة الصحية خاصة في شمال قطاع غزة تعاني، هناك قلة في عدد الأكثر، هناك قلة في الكوادر الطبية، هناك شح في المستلزمات الطبية.